نختم الجولة من الحداثة ومنها نقرأ: تجمع المهنيين، المواكب والتظاهرات والاعتصامات هي حائط الصد المنيع ضد انحراف الثورة. أعلن تجمع المهنيين السودانيا رفضه تقييد التظاهر السلمي بتشريع قانوني ووضع الأجهزة الأمنية كرقيب يصدق، ويرفض تسيير المواكب وغيرها من أدوات التعبير تحت ذريعة حماية الثورة. ويأتي موقف التجمع ردا على تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وتصريحات مماثلة لوزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني لوحا خلالها بسن تشريع لتنظيم التظاهر السلمي وتسيير المواكب. كيف تقرأ موقف تجمع المهنيين، وكيف تنظر إلى يعني ما يرى بأنه يمكن أن يتم منع لتظاهرات ربما الزحف الأخضر أو أي جهة كانت، وهل تأتي في إطار تنظيم العمل السياسي والمطالبات أم أنها تأتي في إطار قمع الحريات؟ أنا أعتقد أنه ما صدر عن تجمع المهنيين هو موقف مبدئي، يعني موقف مبدئي تجاه الحريات العامة وحرية التعبير تحديدا، يعني المعاناة الكبيرة جدا التي شهدناها جميعا خلال العهد البائن من كبت للحريات ولجم أي صوت يبدي أي نوع من الاحتجاج أو الاعتراض على أي سياسة، يعني عانى منها الناس كثيرا يعني. وأعتقد أن تجمع المهنيين وغيرهم كانوا من الناقدين بشدة لتسلط السلطة السابق في قمع الحريات وكبتها، فأعتقد أنه موقف مبدئي يقف ضد موضوع سلب الحريات العامة وتحديدا حرية التعبير. أعتقد أنه هذا موقف مبدئي كان لابد لهم أن يقفوا مثل هذا الموقف، وإلا لناقضوا مواقفهم المبدئية السابقة. فأعتقد أنه موقف مبدئي وكان لابد لهم أن يرفضوا عملية أي تقييد لمسألة ممارسة حرية التعبير. نعم، إلى أي مدى يعني تتفق مع التعامل الأمني لهذه التظاهرات المختلفة خلال الفترة الانتقالية؟ هو يفترض يعني مثلا أن لا يحجر حق التعبير عن أي كائن من كان، لكن يفترض يعني عند يعني لا بد أن تعلم السلطات بأن هنالك موكبا أو مسيرة أو تظاهر أو هكذا، لا بد أن تكون على علم، ليس لقمعها ولكن لمرافقتها بواسطة قوى أمنية ووكيل نيابة على الأقل، ويعني مراقبتها لحمايتها أولا، وثانيا للسيطرة على أي تفلتات ربما تحدث من مندسين لأهداف محددة للسيطرة عليها أولا بأول، لكن لا أن تصدر قوانين أو تشريعات تجرم ابتداء مسألة ممارسة حق التعبير. نعم.